اعشاب البحر اللي كتخلع الناس بزاف لما كيكون يعوم. هاي مساله بسيطه لكن كتادي الناس للهلاك الموت. النظارات ديال الغطس كيكونوا بهذا الشكل دائما. ملي نشوف هذا الانف يعني ملي كنشوف هذا الانف نعرف بغطس. غنتكلموا على الناس اللي كتخاف في الماء. انا كنعوم ها هو كاين الماء وتوشاني بحال هذا الشكل، توشاني هنا لرجلي، كيفاش خصني نتعامل معاه؟ او توشاني في الجسم. شاطئ عين ديال او المسمى بمسبح ميامي. خبرنا الناس من قبل بان البحر خطير، ميمكنش لينا نسبحوا فيه كيف كتشاهدوا الان. هو قوي وخطير، يعني البحر من لما كيفوت واحد او 2 متر 3 متر فهو يعني الرايه الكحله، ميمكنش لينا نسبحوا فيه. واليوم عندنا موضوع مهم وكيهم الجميع، لان يعني شحال ديال الناس كتسبح وكاينين شي مخاطر اللي غير كنقولوهم بيناتنا لكن ما كيتعلنش بهم وما كنعرفوهمش. حتى كنسمعوا واحد الانسان مات والسبب ديالو هو هذيك الحركه او هذاك الاعشاب او صخر او كذا. اذا غنبداو نطرقوا لهذه المواضيع اللي هي في الحقيقه مخفيه. وهذا المسبح يعني نضوا فيه شي اعشاب، ومطابق الحال الناس ديال المسبح يعني من غير هذا الوقت يعني كنظفوا المسبح من هذوك الاعشاب. وجينا حنا في هذا الوقت مطابق الحال الناس ما كتسبحش، الناس ما كتسبحش. ويعني حنا الوقت اللي جينا فيه لقينا هذاك الربيع كيخصنا نخليو نحيدو ذاك الربيع باش نبداو نسبحوا على خاطرنا، لانه فعلا مسبح جميل ويستحق الاهتمام. كيف كنشوفوا الصياده عارفين هنا هذا المكان يعني وقت الجزر. السلام عليكم، نتمنى من الله كلشي يكون بخير. اليوم غنسبحوا في لاجوتي ميامي كيف كنعرفوا جميع. كاينه واحد النقطه اللي بانت لي الان خص الناس تستافد معنا فيها. الربيع اعشاب البحر اللي كتخلع الناس بزاف لما كيكون يعوم. هاي مساله بسيطه لكن كتأدي الناس للهلاك للموت. كيتخلع كيكون غادي كيعوم، فإذا به كيتوشيه يعني مت هذا الربيع فهو كيقول هذا الربيع راه غيتلوى عليا وكذلك راني يعني غنزلو وغنشوفو. كذلك غنشير واحد النقطة بالنسبة النظارات ديال الغطس كيكونوا بهذا الشكل دائما. ملي نشوف هذا الأنف يعني ملي كنشوف هذا الأنف نعرف بأن يعني الأنف مسدود بانهم ديال الغطس. كذلك كيكونوا زاج وكيكونوا صحاح ديال السباحه كيكونوا بهذا الشكل، يعني دائما ما يكونش فيهم النيف ولو يكونوا كبار. كاين الناس اللي كدير كبار على حسب هاد الكبار كيكونوا مريحين، لكن الناس اللي كتكون كتسبح وكتجلس مزيان كدير هاد الصغار. كذلك غنحتاجوا لي بالم ننظفوا غير المكان اللي نقدروا حنا نعوموا فيه. كذلك كنحتاجوا هاد التيبه باش نبقاو اكثر. اذا غادي ننزلوا وغنضفوا هذاك المكان، وفي نفس الوقت غنتكلموا على الناس اللي كتخاف في الماء. انا كنعوم ها هو كاين الماء وتوشاني بحال هذا الشكل، توشاني هنا لرجلي، كيفاش خصني نتعامل معاه؟ او توشاني في الجسم ديالي، كيفاش خصني نتعامل معاه؟ مساله سهله لكن خصنا نقولوا للناس. ها هي سهله لكن الناس ما عارفينهاش. كون يعوم يتوشي بحال هذا كيتخلع وكيبدا يسرع في الحركه يقدر يغوت يخرج الاكسجين، فايدي باش شنو كيوقع؟ كينزل وكنبداو نسمعوا بان هذاك الانسان شدو تلوى عليه البحر، تلوى عليه الربيع، تلوى عليه هاد الاعشاب البحر تلوات عليه، دارت ليه مشكل. اذا غادي ننزلوا وغنوصلوا هذا الميساج للناس اللي كتكون كتعوم وكيتوشيها شي حاجه كتوشيها في الماء. لا ما تخافش، ما تخافش نهائيا، لان البحر المخلوقات اللي فيه راه انت كتخلعها. تكون عندي هاد الافكار، تكون عندي هاد النيه. نعم انت كتخلع المخلوقات اللي كاينين في البحر. بالنسبه لهاد الاعشاب ها هي واقفه، شنو غدير ليا؟ ها هي واقفه بهذا الشكل في البحر، شنو غدير ليا؟ انا ديز محدا اذا غتوشيني.
العامل ديال الخوف هو اللي كيوهمني بان غتلوى عليا بهذه الطريقه. وهي هي شنو؟ هي يعني لا شيء، يعني كتقطع بواحد نقدر نقطعها، نقدر نشد فيها ونمشي، بالعكس تعاوني. اذا هذا الشيء غادي نشوفوه راي العين ان شاء الله. يلا السلام عليكم. والان غنديروا تجربه عمليه. الشاب يوسف كنعرفوه يعني الله مبارك، يعني تعلم السباحه يعني تقريبا دابا واحد 3 شهور او 4 شهور، يعني بدا كيعوم فوق الماء، والطريقه اللي كيعوم بها يعني كثير من الناس كيعوموا بها، وكاين اللي كيعوم اقل من هذا الشكل. اللهم بارك، كيف كتشوفوا رجلين الفوق وكيسبح. وعلمناه يعني كيفاش خصو يتعامل مع الربيع ملي غنوصل ليه، لكن غتشوفوا ملي غيوصل ليه الطريقه اللي غيتعامل بها. وفعلا بدون مزايدات، يعني هذا الشيء وقع يعني في الميدان حتى الناس تستفيد. ودائما انقرب من اذا اش غندير هنا؟ نشد من الربيع. لا نشد من الربيع. شوف 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 شوف، شد من الربيع، شد من الربيع. ازالك ملي وقفتي ازالك الربيع؟ تلوى عليه. اذا شنو خصني ندير؟ خلي. والان الدور ديال الشاب عبد العظيم، يعني غيسبح لما غيوقف حدا الربيع نشوفو كيفاش غيتعامل. لا والو، معلم. كم تسوق لها؟ اقطعو كاع. نعم. نشد منه. معلم. إذا يوسف شوف. سرحيتي. غتمشي تدخل ليه. هنا هنا هنا. يتقل لك الحركة. لكن دابا ما عليك. عادي بالعكس. والان نهزو لا بلونش، يعني هاد البوكيه كديك لي بالم. وقبل النزول ديالي غادي نشوف واحد المساله، غادي نسبح طبيعه الحال، غنعوم فيه بلا لي بالم حتى نشوفوا الطريقه الصحيحه الا وقعنا وطحنا في هذا المشكل. غادي كنعوم وجاني بحال الربيع، ومع العلم هنا يعني راه كاين فوندو، كاين اماكن اللي فيهم فوندو. هاد الجهه اللي فيها الربيع هو طويل كيوصل حتى 2 متر في الطول ديالو. شوف مثلا تلاحيتي جافك هاد الربيع، والطريقه ديال هاد الربيع بحال الشكل ديال السبيب، يعني الشكل ديالو لما كيتجمع يعني كيولي قوي وكيعيق الحركه، يعيق الحركه، ما كتبقاش تحرك بواحد الطريقه. اذا هنا شوف انا غادي هنا بالربيع رجلين الفوق، شوف السوميله ديال كتبان بيضاء، وغادي بالربيع. شوف كنشد منه كيعاوني. ماشي كيعيق لي الحركه، لا هو كيعاوني، كنجبدو وكنضرب برجلي وكنمشي. شوف شوف يعني بشويه عليا، لو نهبط رجلي لتحت غنسرع في الحركه وغيبقى يدور. ان الوقت اللي كنسرع في الحركه انا اللي كنخليه يدور لي على رجلي. يعني كيف قلت لكم كيكون ملي كيكون مجموع كيكون طالع بحال الشكل ديال السبيب. شوف شوف حتى رجلي ما بقيتش كنحركهم، وليت يعني كنشد من الربيع وكنجي. نتمنى من الله الفكره تكون وصلت، لانها سهله سهله جدا. لكن الا ما كانش هذا الموقف عندنا في افكار ديالنا غنوقعوا في مشكل، وغن هذاك الشيء غيتلو علينا، ولو نكون نسبح ونسبح مزيان لانه يعيق الحركه وما كيخلينيش نخدم مزيان. الان لبست لي بال ماسك، غنبدا الخدمه بلونجي الغطس. غتشوفوا الشكل ديالو من تحت كيفاش داير. شوف لتحت الجذور عنده، علاش هو كيكون مجموع قوي؟ عنده جذر واحد ومطلع السبولات بزاف.
لهذا كيكون قوي. كنت تكلموا على هذا الربيع، وهذا الربيع هو فعلا هو نادر يعني، وكيكون في البحيرات يعني المالحين، والشكل ديال البحيرات اللي كيكون حلوين كيكون شكل اخر. هذا فعلا هو قوي لما كيتجمع. الان غنبداو نجمعوا فيه دون نقصو. هي في الحقيقه كيخص كسوة، وخاص شي ساعتين ديال الخدمه هنا حتى نحيدوا داك الربيع كامل ان شاء الله. والناس ديال هاد المكان لما كيقرب الصيف يعني كينظفوا المكان. والان كيف كتعرفوا الثقافه ديال السباحه في الماء بارد ديال الله بدات عندنا، والناس غتجي تسبح. كومين تلقى بعدا المكان امن شيئا ما، لان هاد الربيع كيخلع الناس. وفعلا حتى ولو تكون تسبح، يعني انا ملي كنبقى غادي وندير يدي كانني كنسبح الكرول وبالطريقه السليمه، ما يخلينيش نزيد، كيولي يشد ليا في يدي ويدور ليا على المكان. شوف شوف الشكل ديالو بحال شكل السبيب، لكن الا شديتي وحده من طبيعه الحال كتقطع، ولكن الا كان مجموع ما يتقطعش لك، لان الجمع دائما فيه خير للناس من طبيعه الحال. وهذا الشكل ما فيهش خير، هذا الجمع يعني هذا قاتل كيولي قوي. هذا الموضوع هو مهم، لان شحال ديال الناس كيقتل هذا الربيع. نعم كيقتل هذا الربيع، وخير دليل انسان يجرب ويدير واحد لابلونش حداه يربطها معاه ويعوم فيه، وغيشوف بان كيبدا يتربط عليه الوقت اللي كنسرع في الحركه كيبدا يتربط عليه. شوف هاد الدنيا كلها فيها الربيع، كنقصوا شيئا ما من هنا من هنا حتى ما يبقاش هذاك الربيع قوي، لانه يعني شدك في واحد المسافه ديال 20 متر ولا 30 متر يعني غيدير مشكل. اذا كان الوقت اللي كتعمر هاد لابلونش كنديها ونحطها في الحيط اللي ما بين البحر والمسبح. تقريبا كانت واحد تقريبا ساعة الا ربع او ساعة ديال الغطس، ويعني حيدنا واحد القدر، وكذلك نعرفوا الناس كيف شاهدنا يعني الربيع حيدنا شي حاجه اللي. الناس بعد تسبح نقصنا شويه. اذا مازال يعني كنقصوا شيئا ما في هذا الربيع. هذه فرصه جاب الله، وربما شي واحد يكون يعوم يدوز السلام، وكانت غتسبب لي في الاذى، فالحمد لله نكون سبب النجاة ديالو، لأنه كيبان ليا مكان آمن، وأنا غنعوم في مكان آمن، فإذا بك لقى خطر على غفلة، ربما أنا اللي كنعوم ونجي وسط هاد يعني هاد الربيع ونبدا نسارع في الحركة، غنوقع في مشكل، ما بالك اللي ما كيعومش، أو اللي كيعوم غير في المسابح وكيقول هذا المسبح بأنه آمن، راه غير يتوشيه غير للربيع، ماشي كاع يدخل للربيع. غير يتوشي غيحس بواحد الخطوره هي كبيره. وهادشي ديال البحر حنا دوزناه وعندنا عادي، ما عندناش شي مشكل. نقصنا شيئا ما من الربيع، هادشي كيخصو واحد الوقت اللي طويل. المهم كل مره نجيو نقصوا بهذا الشكل، لكن اللي لاحظت في هذا الربيع فعلا ربيع الانسان اللي غيخاف منه شيئا ما، كانه بحال شكل ديال الحبل، لكن لما كيكون كثير كيقدر ياثر. ودائما الانسان لما يكون يعوم ويتوشي بحال الشكل ديال الربيع يحاول يشد فيه ويزيد. كذلك حيدنا هادشي كاع كامل. هو القوه عنده فين هذا الربيع، مثلا كيكون واقف الربيع بهذا الشكل، كتكون وحده على وحده، كون بهذا الشكل، كون واقف بهذا الشكل، اشنو كيوقع ليه هنا؟ كيصحاح، كيصحاح، كيقدر الانسان لما يبقى يدور ليه على الجسم ديالو. اذا شنو هو المعمول؟ لما نشوف الربيع بهذا الشكل نشد فيه، نحاول نطلع البوا ديالي، يعني الجسم ديالي نطلعه ونضرب ونشد فيه، هو يجرني نمشي يعني لبر الامان، وما نتخلاش، غنبدا نسرع في الحركه. والربيع ملي كيكون كثير في شي بلاصه يعني كيكون قوي،
ماشي غير وحده نقدر نقطع بالزربه، ولا كيكون مجموع كيكون قوي. يكون ربيع غير وحده نقدر نقطعها سهله باش نقطعها بهذا الشكل، يعني بهذا الشكل نقطعها يعني عادي كتقطع، ولكن لما كيكون مجموع بزاف صعيب باش يتقطع. لهذا اليوم جينا هاد المسائل حنا عندنا عاديه نقدر ندوز عليها نقطعو ماشي مشكل، ولكن الانسان اللي كيكون ما كيعومش نحاول الجسم ديالي ننزل فوق. من طبيعه الحال انا راه نكون كنعوم، لكن من طبيعه الحال الاغلبيه ديال الناس كتكون يعني كتعوم عشوائيه، ما عندهاش واحد العومان اللي كتقدر تجلسي فوق فوق الماء. نشد في هذاك الربيع ونوصل لبر الامان. رافيع كاين اخويا اللي كيدوز البحيرة هائلة حتى ماشي هائلة كيخرج منك خرج منك البرودة الخلعة وكل شيء كتخرج. الحمد لله كان يوم هائل رائع. يوم شحال في الشهر؟ 26. اليوم 26 شهر 2 2024 نزلنا ودرنا الحصة كانت هائلة، ومنا شفنا هذا الموضوع ديال الأعشاب اللي هو مهم، والناس إلا كانت تعوم دير هاد الفكرة في بالها. راه تبع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.